لبنان أنا برأيي ماضي نحو المجهول إن لم يكن هناك قيادات حكيمة تتعامل مع المرحلة الخطيرة. أنا أعتقد أن البلد يذهب نحو المجهول، سواء بالتطورات التي يشهدها في الداخل أو بالتطورات الإقليمية والدولية المتقاطعة مع الوضع الداخلي. علينا أن نتذكر أنه قانون قيصر سيبدأ التنفيذ في 17 تشرين، العقوبات الجديدة على إيران وحلفاء وأذرعتها سيبدأ بوقت قريب، وأنا أعتقد أنه تداعياته على الداخل اللبناني ستكون كبيرة. أعتقد أنه إن لم يكن هناك علاج سريع نحن ننحدر بشكل كبير إلى قعر الهاوي. معالجة الأزمة إلى طريقين أساسيين، أولا الإصلاحات المطلوبة ووقف الهدر. إصلاحات ما في نية لدى الحكومة اليوم لتبلش بإصلاحات، بدليل أنه هي اليوم عم تحاور صندوق النقد الدولي بأرقام متضاربة بغياب الرؤية. المسألة الثانية هي وقف الهدر القائم. كيف أنت بدك تعالج أزمة بهيدي الخطورة وموضوع الكهرباء لا يزال يستنزف الخزينة ب3 مليارات دولار سنويا؟ كيف الحدود الثائبة اليوم بتفوت على الدولة ما بين 3 و3.5 مليار دولار؟ بعتقد اليوم العلاج في مكان آخر، ولكن الحكومة تضرب بالمكان الغلط. أنا برأيي اليوم حزب الله وحلفائه أرادوا أن يوجهوا رسالة للبنانيين بشكل عام ولثوار 17 تشرين بشكل خاص، أنه هذه الثورة مأله مقومات النجاح ما بتقدر تستمر، لأنه هذه الثورة بمكان أو بآخر هي تضرب صميم وجود حزب الله، لأنها تطالب بدولة، ومجرد أن تكون هناك قوام دولي أو نواة دولي فهذا يتنافى مع مبدأ وجود الميليشيات والسلاح غير الشرعي والتحكم بقرار الدولي، خصوصا قرار الحرب والسلم. Yeah, I'm gonna go to the hospital.